بيان عاجل من الرئيس السيسي يوجه رسالة للجيش المصري. وعاجل مفاجأة بعد زواج مصري ب 33 سيدة لوجه الله. دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا قاطعا بشأن زواج المحلل. وعاجل الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى العرب. ومفاجأة كبرى الكشف عن تفاصيل حول الفريق السابق بالجيش المصري الذي توجه نحو الرئيس السيسي. وبيان للنائب العام المصري يكشف تفاصيل استشهاد ضابطين. وعاجل لواء مصري كبير يكشف عن تقرير سري حول الرئيس السيسي. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اضغط على زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، واضغط أيضا على زرار اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول، وغرقوا التعليقات بكلمة تحيا مصر. وصلونا الألفين تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا. وعاجل الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى العرب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعوب العربية التي وقفت بجانب مصر خلال أزمة 67 وحتى الآن. وقال الرئيس السيسي: مصر ما وقفتش في المعركة بمفردها، بل بالدعم والمساندة والرجال والسلاح والمال من الأشقاء العرب. وأحد أهم أسباب قدرتنا على الاستمرار والاستعداد الجيد لتحقيق نصر أكتوبر لن ننسى لهم ذلك. وأضاف: هم أيضا قدموا كثيرا جدا أثناء الفترة الصعبة التي مرت على مصر. من أول 3 يوليو 2013 كان دعمهم قوي جدا، وأنا أسجل هذا لشعب مصر اللي كان عنده 10 سنين ما كانش يعرف هم ساعدونا إزاي. نحن لا ننسى الفضل، وقفوا جنبنا في كل شيء. ولما كنا بنفتتح محطة بحر البقر قلنا ان دي من الصناديق العربية الكويتية والسعودية والإماراتية، هي التي قدمت لنا هذه القروض نقيم بها مشروعات بائتمان ميسر على مدى زمني طويل. مصدر معانا كان من الأهرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. كل الدعم والتحية لإخواتنا العرب اللي ما بينسوش مصر، وخصوصا السعودية الإمارات والكويت. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل الرئيس السيسي يوجه رسالة للجيش المصري. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية وتقدير واعتزاز للقوات المسلحة الباسلة، أكد أنها أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها. وكتب الرئيس السيسي على صفحته على فيسبوك في الذكرى 48 لنصر أكتوبر العظيم: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط وبسالة في الأداء، تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه. الرئيس السيسي أضاف: تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال. مصدر معانا كان من RT. أترك ليكم التعليق. وننتقل مع بعض الخبر آخر وغريب وعاجل مفاجأة بعد زواج مصري 33 امرأة لوجه الله. دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا قاطعا بشأن زواج المحلل. علقت دار الإفتاء المصرية على إعلان مواطن أنه تزوج 33 مرة من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقنا 3 مرات. وأكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية لها أن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح. والحديث الصحيح عن النبي محمد يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. وأكدت الإفتاء أن النبي سمى من يقوم بذلك بالتيس المستعار، مبينة أن حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه. مصدر معنا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومفاجأة كبرى كشف عن تفاصيل حول الفريق السابق بالجيش المصري الذي توجه نحو الرئيس السيسي. كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن الفريق عبد رب النبي حافظ
الذي توجه نحوه الرئيس السيسي خلال ندوة حرب أكتوبر وسط تساؤلات كثيرة عنه. ومع بداية الندوة التثقيفية لقوات المسلحة المصرية التي حضرها الرئيس السيسي، توجه نحو شخص يدعى الفريق عبد رب النبي حافظ، حيث قال: اسمحوا لي نرحب بأحد أبطال حرب أكتوبر. سيادة الفريق عبد رب النبي حافظ، يعتبر الفريق عبد الرب النبي حافظ واحد من أهم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والتي تمكن خلالها الجيش المصري من هزيمة الكيان الصهيوني وتحطيم أسطورة خط بارليف. وولد الفريق عبد الرب النبي حافظ في 16 يونيو 1930. شارك عبد الرب النبي حافظ في حرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف وأكتوبر المجيدة، وقاد عدد من المعارك أبرزها معركة الدبابات الكبرى ضد الكيان الصهيوني ومعركة الجلاء. خلال تواجده بالحياة العسكرية، شغل عبد الرب النبي حافظ عدة مناصب عسكرية، كان أبرزها أمين عام وزارة الدفاع ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني وقائد الجيش الثاني الميداني ورئيس أركان القوات المسلحة في الفترة من 81 ل 83. وحصل الفريق عبد الرب النبي حافظ على عدة أوسمة، منها وسام التحرير ووسام الاستقلال ووسام نجمة الشرف العسكرية وميدالية جرح الحرب وميدالية 6 أكتوبر. مصدر معانا كان من أخبار اليوم، ربنا يا رب يعني يديله صحة بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان للنائب العام المصري يكشف تفاصيل استشهاد ضابطين. كشفت النيابة العامة المصرية في بيان عاجل لها تفاصيل الاشتباكات التي وقعت صباح الأربعاء في الإسماعيلية، والتي أسفرت عن مقتل المتهم واستشهاد ضابطين. وقالت النيابة العامة في بيان: تلقت النيابة العامة صباح الأربعاء الموافق 6 من شهر أكتوبر إخطارا باستشهاد ضابطي شرطة وإصابة 2 آخرين من قواتها خلال مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهم سبق إصدار إذن من النيابة العامة بضبطه ووفاته خلالها، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة. وأضافت: حيث كانت تحريات الشرطة قد توصلت لإتجار المتهم واثنين آخرين في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم وبانتقال الشرطة لضبط أحدهم، بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطين اللذين استشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب 2 آخرين جاري تداركهما بالعلاج، وقد قتل المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية. وتابعت هذا: وقد شكلت النيابة العامة فريقا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابين من قوات الشرطة وجاري استكمال التحقيقات. مصدر معانا كامل المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل لواء مصري كبير يكشف عن تقرير سري حول الرئيس السيسي. تحدث اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج عن تقرير سري كتبه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 40 عاما في الجيش المصري. وقال سمير فرج خلال حديثه مع الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية لقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر: أنا كتبت في تقريري السري أنك ضابط صاحب قرار وله مستقبل من 40 سنة. الرئيس السيسي قال: اللواء سمير فرج كان يتمتع بالسمعة الطيبة والقدرة العلمية، وتعلمت منه أنه لا توجد مشكلة بدون حل بهدوء ويسر وفكر. أوجه لك كل التحية والتقدير يا فندم. ليرد اللواء سمير فرج: أنا بفتخر أنه في يوم من الأيام كنت مع سيادتك في الكتيبة. ليرد الرئيس السيسي: لا يا فندم، أنا اللي كنت مع حضرتك، عمر العين ما هتترفع عن الحاجب. مصدر معانا كامل المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يعزي الرئيس التونسي. قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واجب العزاء للرئيس التونسي قيس سعيد في وفاة 3 عسكريين بسبب سقوط مروحية عسكرية مساء أمس أثناء تنفيذ تدريب بولاية قابس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق، كما عبر الرئيس عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق.
وتحقيق الاستقرار في البلاد واستعداد مصر الكامل لتسخير كل إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس. وتقدم الرئيس التونسي بالشكر على اللفتة الكريمة للرئيس السيسي، أكد اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، وذلك فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. المصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوف حضراتكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.